السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو راح نكملوا مع تحدي البكالوريا 2020 لجميع الشباب. قبل ما نبدا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، كذلك الضغط على زر الاعجاب ليصل الفيديوهات كبير من الناس بيستفادوا اكثر واكثر. في هذا الفيديو بعد ما هضرنا على البريزنت سيمبل، هضرنا على الفيوتشر سيمبل، هضرنا على الباست سيمبل، جاء وقت الكونتينوس تنس، يعني ازمنه المستمره. نبداو بالزمن المستمر الاول اللي هو البريزنت كونتينوس. سهل بزاف، يعني واش لازم في هذا الفيديو واش تعرف انت يعني كيفاش تصرف الفعل في هذا الزمن، يعني في البريزنت سيمبل، في اف 1 في البريزنت كونتينوس، كيفاش تطرح السؤال في البريزنت كونتينوس، كيفاش تنفي في البريزنت كونتينوس. نروحوا الان نشوفوا واش هو البريزنت كونتينوس، او ما يسمى ب البريزنت كونتينوس يسمى بالمضارع المستمر. يستخدم هذا الزمن للتعبير عن حدث يقع الان. احنا ما يهمناش هذا لان في البكالوريا ماشي يطلبك عليك هذا التعريف الى اخره، يعني ما تستحقوش، مجرد للفهم فقط. يستخدم هذا الزمن للتعبير عن حدث يقع الان، يعني حدث يقع الان بعد، يعني في وقت الكلام كنهضر انا اون ميم طون، كنهضر معاكم في نفس الوقت. كيفاش التكوين تاعو، كيفاش نكونو؟ شوفوا معايا، عندكم الاي بلاس مثال ام بلاس الفعل بلاس اي ان جي. حاسبوا، شوفوا معايا، هذه هي اللي تحفظوا، انتم واش تحفظوا تو بي، داك تفهموا واش قصدي بهذه تو بي بلاس verb plus ing. اوكي، علاش هادو اللي تحفظوها؟ لانه هنا تو بي من بعد كي نديرو باست كونتينوس نبدلو غير تو بي، تو بي نصرفوه في الباست، في باست سيمبل. هنا راح نهضروا على البريزنت كونتينوس. واش معناها البريزنت كونتينوس؟ معناها هذا هو البريزنت وهذا فينغ، هذا الفينغ او ما يسمى verb plus ing هو الكونتينوس. فهمتوا دوك؟ يعني انت ما يهمكش واش تحفظ لي، احفظ لي هذه فقط القاعده تو بي باش يجيوك ساهلين. تو بي، تو بي بلاس فيرب بلاس اي ان جي. شوفوا معايا البريزنت كونتينوس معناها البريزنت يعني تو بي تصرفها في البريزنت. قلنا كيفاش نصرفوا تو بي في البريزنت، قلنا مع الاي هي ار، مع الهي والشي والايت هي ايز، مع الوي واليو ذي هي ار، بلس فيرب بلس اي ان جي. راك فاهمني؟ يعني بلس فيرب، الفيرب بلس اي ان جي معناها كونتينوس. هذه هي، هذه هي العفسه، هذه العفسه اللي لازم تركزوا عليها. هنا كل شيء سهل مع الضمائر. شوف معايا اي هي والشي والايت وي يو ذي بلس، لما يكون الاي نديرو ام. علاش قلنا هذاك القانون حفظوه لي قبيل؟ قلنا على to be plus ving اللي هو verb plus ing. ving verb معناها هي اختصار تاع ving، اختصار verb تساوي verb plus ing. اوكي، لما يقول present continuous معناها to be نصرفوها في present لانه هذا الشطر الاخير هو continuous. اوكي، عندك مع الاي تو بي كيفاش نصرفوها؟ هي ام، ام بلس بلس الفعل زائد اي ان جي. فهمتوا؟ مع الهي والشي والايت نصرفوا تو بي. كيفاش نديروا ايز؟ احفظوا هذه، مع الهي والشي والايت نصرفوا تو بي ايز بلس الفير بلس اي ان جي. مع الوي يو ذي هي ار، لانه تو بي نصرفوا مع الار بلس الفير بلس اي ان جي. هذه هي، هذا هو الكونتينوس. هذا معناها كونتينوس، كونتينوس. هذه باش تفهموا اكثر واكثر، ماش شغل اللي كونتينوس. وهذا هو البريزنت. فهمتوا؟ هنا تو بي هذا اللي بدلناه، فهمتوا؟ على حساب الضمير. اوكي، هذه هي. نكملوا مع اكزامبلز، يعني هذه حفظوا هذه، هذه هي القاعده تو بي، لانه الامثله جايين او بالاحرى الازمنه اللي جايين اخرى تاع الكونتينوس كيما باست كونتينوس فيوتشر كونتينوس يتشبهوا لهذه. اوكي، فيرب فينغ، اوكي بلاس فينغ اللي هو فيرب بلاس اي ان جي. عندكم اكزامبلز يعني امثله، شوفوا الامثله. عندك he is reading يعني راهو يقرا. شوف معايا he is، علاش درنا is؟ باسكو قلنا بلي he، اوكي ديرو is reading يعني الverb read to read هو الفعل، زدنا له ing باسكو هو يقرا. علي is eating، علي ياكل، يعني علي، لان علاش قلنا is؟ لانه هو he. اوكي، is eating، اوكي علي ياكل. they عفوا they، شوفوا معايا هنا they are playing now. اوكي، هم يلعبون الان. they are، علاش درنا ار؟ باسكو they قلنا to be او الفعل be نصرفوه مع اليو وي والذي نديرو ار. playing هو الفعل play، زدنا له اي ان جي باش نصرفوه في الفيول. هذا، هذا كامل هو present continuous. اوكي، هذا كامل are playing، is eating، is reading، هذا هو present
continuous. نشوفوا الان كيفاش نديروا النفي. يعني احنا عرفنا كيفاش نديروا نكونوا الفعل في هذا الزمن، دوك نشوفوا كيفاش ننفيه في هذا الزمن. النفي المضارع المستمر واش دير؟ على بالنا قلنا قبل في المثال he is playing، اوكي راهو يلعب he is playing، كيفاش دير؟ شفت هنا ليسباس he is، واش تزيد not؟ فقط تزيد not playing. عندك I am studying، I am not studying، they are eating، they are not eating. على شوفوا معايا هذه هي القاعدة، تحفظوا هذه بكل بساطة. شوفوا معايا to be، يعني هذاك to be راح تصرفوا، to be على حساب إذا كان في future هاي اللي will be، إذا كان عفوا إذا كان past was ولا were، إذا كان إذا كان في present نديرو مع الهي الهي والشي والإيت هي is، مع الـ مع الـ are يكون مع you with they، مع الـ I يجي am، أوكي بلاس واش نديرو هذا في النفي، في حالة النفي كيفاه؟ to be plus not plus think، هذا هو، هذا هو كيفاش تنفي فهذا في هذا الزمن اللي هو المضارع المستمر or present continuous. هذه هي كيفاش نديرو. شوفوا معايا ها he is playing، هنا عطاها لك حالة، يعني صرفنا الفعل في حالة عادية، راح نصرفوه راح ننفيو هذا الفعل. كيفاش نديرو؟ نزيدو not، ها he is not playing، اوكي ما تقلقوش، يعني راح نخلي لكم رابط الأزمنة وبالأحرى تمارين على هذا الزمن مع الحلول، وشوفوا كيفاش تحلوا، شوفوا النتيجة تاعكم مع الحل وقارنوا، اوكي يعني حاجة بسيطة فقط. نزيدو الشيء الثالث اللي هو السؤال في المضارع المستمر، سهل بزاف كيفاش ديروا. طريقة تكوين السؤال في المضارع المستمر سهلة جدا، تكون بوضع am أو is ولا are، أوكي في بداية الجملة بدل من الفعل. يعني إحنا كنا نحطو كنا نقولو for example نديرو he is playing، أوكي he is playing، أوكي he is playing، نديرو هكذا إحنا he is playing. واش دير؟ قالك طريقة تكوين السؤال في المضارع المستمر سهلة جدا، تكون بوضع حطو am ولا is ولا are في بداية الجملة بدل الفعل. هذا هو الفعل، نحيوه نحطو is. واش نديرو؟ is he playing، اوكي فهمتوا he is playing. وما تنسوش ديرو question mark. نعطيكم القانون من الاخر، شوفوا معايا يا جماعة كيفاش ديرو. عندك for example عندك هذا، شوف ديرو is ولا is عفوا is are am plus subject اللي قادر يكون عفوا subject اللي هو الفاعل او الضمير هذاك subjects plus ving، اوكي verb plus ing plus اكيد question mark لانه هو سؤال، فهمتوا كيف؟ هذا هو، هذا هو الدرس اليوم، سهل بزاف حبيت نديرو اليوم فقط. جماعة واش نقول لكم؟ يعني راح نخلي لكم رابط التمارين في صندوق الوصف وكذلك في اول تعليق مثبت، تحاولوا تنفذوا التمارين وتشوفوا الحل تاعكم، راح تلقاو اكيد الحل مع هذوك التمارين لانه نرفقهم مع الحل. هذا هو واش لازم في هذا الفيديو ان شاء الله تكون خارج، كيفاش تعرف تصرف لي الفعل في هذا الزمن في البريزنت كونتينوس، كيفاش تنفي لي في البريزنت كونتينوس، كيفاش تطرح لي السؤال في البريزنت كونتينوس. ما عليك غير تحفظ لي هذو القوانين درتهم الاخر، يعني او بالاخر يعني قانون كيفاش نسميوه، إيه قانون اكيد is ولا are ولا am plus subjects، يعني على حساب السبجكت هنا، اذا كان i نديرو am، اذا كان you نديرو are، اذا كان is اذا كان he نديرو is plus verb ing plus question mark، يعني verb plus ing. هذا هو المكان، هذا هو الفيديو تاع اليوم. راح ندير لكم فيديو خلاف، راح ندور ان شاء الله على الماضي او بالاحرى past continuous حتى نخلصوا الازمنه، راح تفهموا نتوما واش راني قاعد ندير الان، لانه هذه هي لاباز تاع الباك، يعني لاباز تاع الباك تبدا من الباك. هما في الليسي ما يديرلكش هكا، يعني ديريك يدخل لك الدروس لانه ديجا دو قريتهم في المتوسط والى اخره، يعني ما يبقاش يضيع في وقته. هادو هما هادو راح تحققوهم من بعد، راح تصادفوهم في التمارين في البريزنت في الريبورتد سبيتش في الباسيف اندكتيف فويس في الويش الى اخره. في الاخير لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس لكم جديد، كذلك الضغط على زر الاعجاب ليصل الفيديوهات كبير من الناس ليستفيد اكثر واكثر، والتوفيق لكم في مساركم الدراسي.